عليكم الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم صديقاتي غنشارك معكم والاول مره غادي نجرب هذه الوصفه. هي وصفه الفطيره، كنظن كلشي كيعرف الفطيره بصحه. اول مره غادي نجربها وبغيت نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هكا، كطيب بسرعه، يمكن لك توجديها يعني في اخر لحظه، يمكن لك تصاوبيها بمقادير بسيطه ومتواجده في كل بيت مغربي. المهم البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وسمحوا لي بزاف بزاف حيت غبرت عليكم، وكنتمنى انني فوق ما نغبر نجي ونجيب الجليل ان شاء الله وينال الاعجاب ديالكم. ومرحبا بكم في القناه ديالي، ومرحبا بالناس اللي تابوناو عندي في لاشين، كنقول لهم مرحبا بكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش الاشتراك والضغط على زر اعجاب الى عجبكم الفيديو ديالي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا الفطيره ديالي كتجي على هذا الشكل هكا، كتجي رطبه وهشيشه بزاف بزاف صراحه. انا ملي شفتها في واحد القناه عجبتني وقلت علاش ما نشاركهاش معكم بما انني غادي نجربها هذا النهار، كنتمنى انها تصدق معنا. مهم كتجي غزاله البنات، حمقاتني انا وصراحه الله كتجي فتيه، ويعني صراحه الفطور والصراحه الكوتي كتجي زوينه. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. خليوا لي التعليق ديالكم الا جربتوها ولا كنتو كتعرفوها وعندكم فكره عليها من قبل، ويمكن لكم ترافقوها يعني باي حاجه كتبغيوها. كتجي زوينه بزاف بزاف صراحه، انا عجبتني غير هكا كليتها، ما زدت معها حتى شي حاجه. كتجي هشيشه، واللي عجبني فيها اكثر يعني الطبقه التحتانيه ديالها كتجي شويه شاده راسها. المهم البنات الفطيره ديال المقله غنيه عن التعريف، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوها في هذا الفيديو. ما نزيدش نطول عليكم في التقديمات، ندوزو النيشان باش نشوفوا المقادير ديالنا وطريقه التحضير. المهم صديقاتي كيف ما كتشوفوا معايا المقادير بسيطه بزاف بزاف، متواجده يعني في كل بيت مغربي، و تأتمينة رخيصة وكنظن يعني متوفرة في كل بيت. مهم البنات الفطيرة ديال نص نص كيف ما كيقولوا لها. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا جوج بيضات من الحجم الكبير، إلا كانت البيضة صغيرة تقدروا ديروا ثلاثة ديال البيضات، معلقة صغيرة غير مملوءة ديال الملح، نصف كأس حليب بارد، نصف كأس ديال الزيت، وثلاثة ديال المعالق ونصف ديال السكر السنيدة، سكر الخشين أو سكر الحبيبات. وهنا يا البنات عندي الدقيق الأبيض، بصراحة عندي هنا تقريبا خديت 250 غرام، ولكن غنستعمل منها شي 7 ديال المعالق ولا 8 ديال المعالق. غنخلي لكم في صندوق الوصف شحال غندير. وكيف ما كتشوفوا هنايا عندي بيكن باودر، وعندي نكهه الفانيلا، وعندي الكاكاو بالسكر. يمكن لكم ديروا الكاكاو المر الا كان متوفر عندكم، الا ما كانش تقدروا ديروا غير هذاك ديال الخنيشه. المهم الغزاله ديالي انا هنا غادي ناخذ اناء غارق اللي يمكن لي انني ندير فيه التراب اليدوي، وهذا الشيء اللي عجبني في هذه الفطيره انني يعني واخا ما عندوش التراب الكهربائي يمكن له يبرع راسو بالتراب اليدوي يعني بكل بساطه وبكل شعبيه كيف ما كنقولوا. المهم البنات انا هنا غادي ندير جوج بيضات، وغادي نضيف عليهم سكر سنيده كيف ما كتشوفوا ثلاث معالق، وغادي نضيف عليهم نكهه الفانيلا على وزن 7.5 غرام. اللي ما عندوش الخنيشه يقدر يدير الفانيلا ديال الروح او قشور الحامض او البرتقال الا بغى يبدل النكهه ديال الفاني. وهنا غادي نخلط سنيده مزيان حتى ما يبقاو ليش داك الحبيبات، ما نبقاش حاسه بهم في التراب ديالي. غادي نخلطهم مزيان مزيان، من بعد غادي نضيف المكونات الاخرين. دابا غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت، وغادي نخلط في نفس الاتجاه اللي كنت كنخلط فيه في الاول، عفوا تلفات لي الهضره. غادي نخلطو مزيان واحد شويه، من بعد غادي نضيف عليه الحليب، يكون على درجه المطبخ يعني ما يكونش بارد بزاف، وفي نفس الوقت ما يكونش الحليب دافي. دابا غادي نضيف نصف كاس حليب، غادي نخلطو مزيان حتى تندمج داك المكونات ديالي،
ومن بعد غادي نضيف الدقيق ديالي والبيكنج باودر. صافي الغزالات ديالي من بعد ما ندمج الخليط ديالي غادي نبدا نضيف الدقيق الابيض. بالنسبه للبنات انا هنا عاد غادي نغرب الدقيق، ضروري البنات نبقاو نغربلو الدقيق ديالنا قبل ما نبقاو نديرو به اي وصفه ولا اي اكله، نبقاو نغربلو الدقيق ديالنا. المهم البنات انا هنا غادي ندير هادو 3 المعالق ونصف، غادي نديرهم في المره الاولى، غادي نبقى ندير شويه بشويه باش حيت الخليط ما خصوش يجي جاري بزاف وما يجيش قاصح. وغادي نضيف معاهم معلقه ديال الملحه لتصحيح الذوق بطبيعه الحال، وغادي نضيف ملعقه ديال البيكنج باودر. كيف ما شفتوا انا درت ملعقه ولكن غادي نزيد واحد شويه البنات، حيت بصراحه انا المقله اللي غادي ندير فيها عندي القطر ديالها كبير على المقله اللي شفت داك اليوتيوبرز دارت فيها هاد الفطيره هادي ولا الفطيره، وكل واحد كيقول ليها. المهم البنات انا دابا غادي نخلطها شويه بشويه، ما نخليش العجينه تجي ثقيله بزاف وفي نفس الوقت ما تجيش العجينه جاريه، باش ملي يكون كنصاوب داك الديكور ديال الزيبرا ديالي ما يجيش مختلط، يجي الطبقات متساويه. كما كتشوفوا صديقاتي الخليط ديالي مازال شويه خفيف، غادي نولي نضيف عليه دقيق مره اخرى، الملعقه الاولى والثانيه ونصف ملعقه. اذا هنا عندنا 5 المعالق ونصف، عقلوا البنات انا كنحسب معكم 5 المعالق ونصف، ما تكونش ممتلئه بزاف وما تكونش خاويه كيف القياس اللي كتشوفوا معايا في الصوره. غادي نخلط عاوتاني وغادي نشوف النتيجه واش غادي تجمع شويه ولا غادي تبقى خفيفه. كما كتشوفوا البنات العجينه ديالي مازال جاريه، غادي نضيف لها ملعقه او ملعقه ونصف باش تجي الخليط كيف ما بغيه انا، باش بيساعدني في التزواق وفي نفس الوقت ما تجيش يعني مدقصه. هادشي هذا هو السر ديالها البنات، ديال هاد الفطيره هادي ما جاريه بزاف وما تجيش قاصحه بزاف، يعني خف من الخليط ديال المسكوسه واحد شويه كيف ما غتشوفوا معايا في الاخير. صافي غنبقى كنخلط على هذا الشكل حتى نتاكد باللي صافي تجمعات مزيان. كنظن مازال ناقصها واحد شويه على ما كنظن، هذا البنات الملعقه السابعه كنظن غادي تكون هذه اخر ملعقه، حيت البنات حاولوا ديروا الكميه ديال الدقيق شويه بشويه باش ما تضيعش لينا العجينه ديالنا. كنظن هذه اخر ملعقه غادي نولي نحتاج. صافي غادي نخلطها مزيان مزيان باش ما يبقاليش داك الحبيبات ديال الدقيق ما يبقاوش محبين ويساعدوني في التزيين ديال الفطيره ديالنا. دابا غادي نخليها في الجانب وغادي نجيب زلافه او اي اناء كيف ما كان كيما بغيتو، وغادي نقسم الخليط ديالي على جوج، باش الخليط الاول غادي نخليه بيض والخليط الثاني غادي نضيف له بودره الكاكاو اللي بغيتو، اما ديال لي ساشي ولا الكاكاو المر. هذا غنتوفر عندي الكاكاو ديال الساشي هو اللي غادي نديرو، وكيف ما غتشوفوا معايا انا غادي نبقى ندير الكاكاو شويه بشويه حتى نوصل على الدرجه ديال اللون اللي باغيه. وطبيعه الحال هذا كيبقى اختيار ديالكم، بغيتوها تجي كحله بزاف ولا تجي مفتوحه على حسب الرغبه ديالكم، يعني داك لكم حريه الذوق كيف ما كيقولوا. صافي غادي نبدا نخلط شويه بشويه، وقبل ما ننسى البنات ملي غنزيدوا الكاكاو غادي يقصح لينا العجين ديالنا، غادي نضيف معاه واحد ملعقه ولا ملعقه ونصف ديال الحليب باش تساعدني باش تسلق العجينه ديالي، حيت ان فوا غادي تبداو تخلطوا مع الكاكاو غادي تبدا تقصح لينا العجينه ديالنا، خصها تجي متساويه.
المهم سمحوا لي بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي كتهضري بالزربه وكتهضري بزاف، كنحاول انني نوصل لكم لي ديتاي كلها ونبسط كل شيء باش كل شيء يفهمني والرساله ديالي توصل لكم وبالصحه والراحه، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. انا مازال غادي نزيدها واحد شويه حيت صراحه غتجي زوينه الا كانت مغلوقه بزاف. تاكدوا مزيان حيت راه ما حدنا كنخلطوا وكنضيفوا الكاكاو والعجينه ديالنا كتقصح، نتاكدوا باش يكونوا متساويين، يكون عندهم نفس الوزن، ما تكونش وحده قاصحه وحده جاريه باش يساعدونا في ملي كنا كنديروهم في المقله ديالنا. وبالنسبه للمقله البنات اللي ما متوفراش عنده المقله الكبيره يقدر يدير غير في المقله ديال البغرير ولا المقله دي اللي كنديروا فيها الكخيب، غير تكون متاكد بلي ما كتلصقش، ولا كانت كتلصق دهنوها بالزبده كيف ما دايره انا هنايا. صراحه الله ما كتلصقش، ولكن حيت اول مره كنجرب هذه الفطيره هذه وكيف ما كنعرفوا يعني الكاكاو دغيا كيطيب دغيا كتشد فيه السخونيه، داكشي علاش قلت ندهنها بالزبده يعني احتياط باش تصدق لينا. المهم البنات انا غناخذ هاد الملعقه هذه على هاد القياس هذا، ونفس الملعقه كيف ما كتشوفوا معايا غادي نستعملها في جميع الخلطات، في الخلطه ديال الكاكاو والخلطه البيضاء، يعني غادي نحاول باش يكونوا الملعقات اللي غادي نهز بهم يكونوا متساويين على بركه الله. بزين صراحه الله ما كتمليش منه، ما تسخيش تبقاي كتكملي بهذه الطريقه هذه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا ضفت النقطه البيضاء هي الاولى، نتوما تقدروا ديروا اي لون بغيتوا، النقطه البيضاء درتها انا هي الاولى، وغادي نحاولوا البنات ما نقطروش في المقله ديالنا باش ما يتخربقش لينا الشكل ديالنا في التالي. وغادي نجيب الخليط الاسود وغادي نديروه في وسط النقطه. شوفوا البنات الا شفتوه ملي كتخويوه وما كتسرحش ليكم عرفوا بلي العجينه راها قاصحه، يعني شحال ما كانت العجينه يعني مضبوطه بكل ديتاي ديالها، يعني جايه هي هذيك انا قلت لكم 7 المعالق ونصف وعلى حسب الدقيق يعني كديري وعينك ميزانك في نفس الوقت. انت راسك من انفو غادي تبداي تخوي غتبدا تسرح ليك العجينه بوحديتها. المهم البنات تبعوا معايا الطريقه ديال التزيين ديال الفطيره ديالنا ونرجع معاكم.
صافي الغزالات ديالي انا سلست زين ديال الفطيره ديالي عفوا. يمكن لكم تخليوها على هذا الشكل، يمكن لكم تديروها بخطوط متعكسه الا بغيتو ديروا لها بحال الشكل ديال الملفي. المهم البنات انا هذه المقله هذه عندي بالمغطيه ديالها كيف ما كتشوفوا، غادي نسدها هكا وغادي نردها طيب على نار مهيله بزاف. نديروها على نار مهيله وغنخليوها مغطيه ما نحلوش عليها على حساب الخميره اللي فيها، وملي نحسو بها طابت كدوز واحد 5 دقائق كنهزو داك المغطايه وكنمسحوها من الداخل باش ما كيقطرش داك الماء ديالنا فيها، ومن بعد كنطفيو عليها. صافي البنات هي الفطيره ديالنا وجدات كيف ما كتشوفوا. غادي نحيدوها بواحد البانسو، نهزوها هكا من الجناب في الاول، من بعد عاد غنهزوها باش ما تكونش لاصقه لنا وتهرس لينا، وغنخليوها حتى كتبرد شويه عاد كنحيدوها من المقله. وديك الساعه تقدروا تزينوها باي حاجه بغيتوا كيف ما كتشوفوا، انا ما لصقاتش معايا. داكشي علاش كنصحكم باش ديروا هكا الزبده وترشوا رشيشه ديال الطحين الا بغيتوا باش ما تلصقش ليكم. دابا غادي نرجعوا باش نقترح عليكم افكار ديال التزيين. وصافي البنات من بعد ما كتبرد كنديروها في واحد البصيل ولا في طبق التقديم اللي غتقدموه فيها، وكتخليوها ترتاح واحد شويه، وكتاكدوا بلي باش ما تكونش لاصقه لكم من جهه تحتانيه، حتى من تحت كيجي الشكل ديالها واللون ديالها كيجي زوين بزاف. وباش تاكدوا بلي طابت ملي تكون مازال في المقله حطوا صبعكم وشوفوا واش غيلصق لكم الكاكاو في يديكم ولا لا، باش تعرفوا بلي راه طايبه مزيان. كتجي فتيه البنات بزاف، الا طابت اكثر من القياس كتجي قاصحه. يعني انا الوقت ديالها تقريبا شي 5 دقائق ولا 10 دقائق بالراحة اللي ارتاحت في المقلب كل شيء تقريبا 10 دقائق. المهم البنات بغيتو تقدموها هكا كتقدموها، بغيتو تقطعوها طريفات كيف ما كتشوفوا معايا هنا. يعني لكم الاختيار اللي عجبكم تقدروا ديروه، تقدروا ديروا عسل من الفوق ولا الناباج وديروا عليها لي فيرميسيل ولا اي حاجه شكلاط ولا اي حاجه كتفضلوها. انا هاد النهار درتها غير هكا حيت اول مره كنجربها وبغيت نشاركها معكم. وكيف ما كتشوفوا هاد الجنيبات اللي كيجيو تقدروا تدهنوهم بنوتيلا وتغطسوهم في الاخر في شكلاط حبيبات ولا في الكوك، اي حاجه كتفضلوها وكتجي زوينه بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشكرا على المتابعه، وخليوا لي لايك اللي عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وانتظروا الجديد ديال الله ونتلاقاو في فيديو جديد. خليوا لي تعليقاتكم على هذه الوصفه وقولوا لي شو ضفتوا ليها وباش كتفضلوا تزينوها واش صدقات معكم ولا لا، وخليوا لي تعليقاتكم على شنو تبغوني نشارك معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وبالنسبه للسؤال جواب مازال كنجمع الاسئله، وغادي ندير فيديو خاص بسؤال جواب، واي سؤال كيف ما قلت لكم كنلقى عليه الاعجاب بزاف هو السؤال اللي غادي تطرح في الفيديو ان شاء الله. شكرا على المتابعه وبسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.